أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن مطار دبي يشكل قلب العالم النابض وشريانه طيران الإمارات، مشيرا سموه إلى أن دبي اليوم تحلق مجددا وتبعث رسائل أمل وثقة وتفاؤل للعالم. وقال سموه: تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن نهزم المستحيل وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة للبناء على منجزاتنا والاستفادة من جاهزيتنا والتكيف بسرعة مع الواقع الجديد. جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد اليوم في المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي والخاص بطيران الإمارات، حيث تطرق الاجتماع للتداعيات الاقتصادية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، واطلع سموه على الخطط المقترحة للتخفيف من انعكاساته على الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثيره على حركة النمو وعلى القطاع السياحي واستئناف الحركة السياحية في الإمارة. وأضاف سموه: مستعدون لدخول عالم ما بعد كورونا بوتيرة أسرع وأقوى لصنع المزيد من الإنجازات ولنثبت للعالم مجددا أن دبي ستظل الرقم واحد في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية. السلام عليكم. كيف الحال شباب؟ شو ثقتكم؟ 200% عالية. نعم، أبشرك أن حكومتكم تثق فيكم أكثر ما تظنون. شوفك بشارع طول العمر. جزاكم الله خير. الله يحفظكم طول العمر. تراني أنا جاي هني أشكركم جميعا، يعني كل القطاعات اللي موجودة هني اللي ساهمتوا في الشغل وبيضتوا بي حكومتكم. طبعا الرجال تبان في المواقف الصعبة، والحمد لله أنتم بنتوا ورفعتوا روسنا. دوم مرفوع، وهذا فرض طال عمرك علينا. إن شاء الله هذا الوقت بيعدي، بنستعد للمرحلة الجاية إن شاء الله.